تنوعت اتجاهات وأساليب الفنانين اللي بيتخذوا من الجسد لوحة لرسوماتهم وإبداعاتهم الفنية، وقد جذبت شابة كورية الاهتمام مؤخراً لابتكارها لخدع بصرية باستخدام مستحضرات التجميل لتحترف ما يسمى بفن الوهم. الوجه هو العنصر الأساسي في أعمال الفنانة الكورية داين يون التي درست الفنون في بلادها كوريا الجنوبية. ترى أن من خلال فنها تستطيع أن تعبر عن ذاتها، ولتثبت دقة هذا الفن اللي صنعته بأيديها وبدون استخدام أي برامج تعديل الصور مثل فوتوشوب مثلا، ظهرت الفنانة في أكثر من لقاء تلفزيوني وعلى وجهها لوحاتها التي رسمتها. ولا تكتفي بذلك فحسب، فهي تجوب الشوارع لقضاء أمورها اليومية بهذه الهيئة، مما يصيب المشاة بالذهول والدهشة، واللي بيحرصوا أكيد أنهم ياخذوا صورة مع الفنانة. صناعة الحلويات وخاصة الأنواع اللي بتحتوي على الشوكولا تعد بحد ذاتها فن، ولكن هنالك فنانة يابانية استغلت سحر الشوكولا لتنتج لوحات فنية مبتكرة، فقد لاقت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. تقوم نوريكو بتحويل الشوكولا السائلة إلى لوحات مذهلة، تستخدم أصابعها وبعض أدوات المطبخ الأساسية زي مثلا الأطباق والملاعق في إنتاج لوحاتها، كما يمكنها رسم أي شكل بدءاً من مشاهير اليابان والشخصيات الكرتونية العالمية والشعبية. تقوم الفنانة بنشر هذا الفن اللذيذ بشكل دوري على اليوتيوب وعلى حسابها في إنستغرام اللي بيتابعه قرابة 90,000 متابع. يقول العلماء أن البكتيريا تتواجد في كل مكان، بعض هذه الكائنات الدقيقة بيجعلنا نمرض وبعضها يجعلنا أصحاء، وبعض الأحيان يتم استخدامها لإنتاج أعمال فنية، وهذا ما حدث فعلا. في محاولة للتقريب بين الفن والعلم بيمارس البعض ما يسمى بفن الأجار، والأجار هي مادة شائعة الاستخدام في المختبرات في تركيب مستنبتات الأحياء الدقيقة، وهذه هي اللوحة. أما الألوان فهي ملايين الميكروبات الفردية الموضوعة في الطبق على هيئة مستعمرات فردية. فعلياً يتم الرسم بالبكتيريا التي تزرع في نفس المعمل. هنالك مختمر أو مختبر سمي بمختبر الفن الحيوي في نيويورك مختص بإنتاج هذا النوع من الفن، واللي بيهدف بشكل رئيسي إلى تعريف الناس أكثر بعلم الأحياء المجهري بطريقة مسلية ومبتكرة. يعد الفنان والنحات الأمريكي مايكل ميرفي رائداً في مجال الفن الإدراكي، هذا الفن اللي بيصف العلاقة المعقدة بين التأثيرات البصرية وبين فهمنا الذاتي لها، فهو يقوم بصناعة مجسمات ضخمة تستطيع رؤيتها بأشكال متعددة تعتمد على زاوية وقوفك كمشاهد. فعندما تشاهدها للوهلة الأولى تعتقد أن هنالك أجسام غريبة عشوائية معلقة من السقف، ولكن ما أن تغير زاوية وقوفك ستذهل من العمل الفني الذي تراه أمامك. وهذه الأعمال الضخمة ثلاثية الأبعاد تهدف إلى إحداث تغيير في المساحة المادية والذهنية للمشاهد، وتعزز أيضاً من عملية التفكير النقدي. حصل ميرفي بالفن اللي بيقدمه على إعجاب واسع تحديداً من شركات عالمية استقطبت مهاراته للإعلان عن منتجاتها بشكل ذكي. حطم مسلسل تشيرنوبل اللي أنتجته شركة HBO الأرقام القياسية ليصبح أعلى مسلسل تقييماً بحسب المتابعين. العمل يتحدث عن كارثة نووية حصلت عام 1986 في أوكرانيا، واللي تعد إحدى أسوأ الحوادث النووية في التاريخ. المسلسل وصف بأنه نجح في تصوير الأحداث بشكل قريب جداً للواقع، الأمر الذي حمس البعض للذهاب إلى هناك ليصبح موقع تشيرنوبل النووي قبلة سياحية. فمن أجل التعرف على قرب
على شواهد المأساة، شهدت المنطقة ما يقارب من 150 ألف حجز لزيارة تشيرنوبل مع نهاية الموسم، وهو ما يعادل ضعف الزائرين لها في العام الماضي. وكان الانفجار الكارثي للمفاعل الذي حدث قبل 33 عام قد أدى إلى إخلاء جماعي للمنطقة وبعض القرى أيضاً المحيطة بها، وحتى اليوم هذه المدينة تعد غير مأهولة بالسكان، فالهواء هناك لا يزال ملوثاً بالإشعاع النووي، ولكن هذا الأمر لم يمنع آلاف الزوار من الذهاب لرؤية المحطة وبيوت المدينة وكل ما تركه السكان قبل الإخلاء.